عادة لما نقول منتجات قروية بنتخيل انه بدنا نروح على القرية او بدنا نروح على الضيعة او بدنا نروح على مطرح بعيد لنقدر ناخذ هالمنتجات يلي كل ست بيت اصلا بتتمنى تكون ببيتها. ليه؟ لانه بتعرف انه ست بيت تانية عاملتها وحاطة كل حب فيها وحاطة كل يلي بتتمناه فيها. يعني اليوم خاصة سلامة الغذاء يلي فيه يقول انه ما فينا ناكل من وين ما كان، ما فينا نجيب اغراض من وين ما كان، بس لما نقول منتجات قروية هذا بيعني انه بنحط ايدينا كلنا مسقعة، والأحلى أنه رح نلاقيهم باليونسكو، ما رح نروح على الضيعة وما رح نروح على ولا مطرح بعيد، بالعكس هن يلي نزلوا لعنا. كل التفاصيل مع دنيا الشعار يلي هي من المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، ولميا مكارم يلي هي من تجمع الجمعيات النسائية بالجبل. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. مش الحال؟ شكرا. الحمد لله. شو هالفكرة بنقل المنتجات على المدينة؟ فكرة مين؟ السيدات أنتو يلي عملتوا الهمة؟ التقت الأفكار مع بعضها، اللجنة الاجتماعية واللجنة الإدارية بالمجلس المذهبي. نعم. هني محضرين الفكرة، ونحن كتجمع جمعيات دورنا هو إنشاء الدورات وتعليم السيدات وتمكينها، وكان عندنا مهرجانات ومعارض كتير بهيدا الصيف، فالتقت الأفكار مع بعضها وتقدمنا لسماحة الشيخ العقل، لسماحة الشيخ دكتور سامي أبو المنى، وانطرحت الفكرة، ونحن كتير كتير بنشكره أنه تبنى رعاية هيدا النشاط. أوكي، اليوم دنيا الهيئة أنتو يلي أنتو يلي طلعتوا يعني الفكرة اليوم هون شو؟ الفكرة أنه تمكين المرأة أو عن جد نقل هيدا المنتجات لتصير بمتناول كل الناس؟ هيدا المعرض هو نتيجة لجهد له سنين. نحن وقت اللي بلشت الأزمة، وقت تسكر البلد، وقت اللي كان اليأس يعني بأقصى مراحله، ما رضينا نستسلم. كان مسكر البلد على زوم المجلس المذهبي، اللجنة الإدارية عملت أكثر من 50 دورة، استفاد منها 1800 شخص. أف. تمكين من قدرات. كل المناطق من كل المناطق بالجبل. بالجبل. هلا من يعني تصويب كيف زراعة، لأن الناس رجعت لأرضها بهديك الفترة طبعاً. من سنتين عم نحكي مزبوط. لا للشباب علمناهم مهارات وكيف يستخدموا برامج هندسية، أكثر من 4-5 برامج صاروا عم يشتغلوا أونلاين، يعني تأمن وظائف لبرا، بالإضافة لحرفيات مثل صنع القش والصابون، يعني كتير أشياء. في مهارات، في ناس بلشت بزنس صغير، وفي ناس أصلاً إلى بالدومين زمان كتير. أوكي. بس ما مفسح لهم مجال أنه يبينوا. فالمجلس المذهبي هالمرات عمل رعاية وعمل هيك احتضان إذا بدك، وعم نحاول نظهرهم هلأ تحت هيدا الغطاء، أكثر من جهة وأكثر من كل اجتماع ضمن هذا العمل بتعاون الكل سوا. طيب لميا، مين رح نشوف بكرة اليونسكو؟ يعني مين الأشخاص اللي نازلين من الجبل، وشو رح يكون في عرض؟ عرض لشو بكرة رح نشوف؟ بس تعريف التجمع جمعيات، نحن تجمع جمعيات بيتألف من 75 جمعية، كل جمعية عندها نشاط بمجال معين. بالجبل كلكم؟ كلنا بالجبل. أوكي. هلا التحدي هيدي المره صح. هلا بس يكون اي نشاط اجتماعي ثقافي نتوحد على الكلمه. اوكي. وبس يكون في اي ازمه كمان بنتوحد على الصرخه، نتوحد لنكون صوت واحد. نحن هلا بازمه غزه، كلنا قلبنا يعني يدمي على هالاطفال اللي عم بتروح، ولكن في عندنا مقوله للاستاذ وليد جنبلاط بتقول ادفنوا موتاكم وانهضوا. هيدي شغلة بناخذ منها الصلابة، هيدي المقولة، لأنه بالنهاية الشهيد بيطلع لعند ربه ملاك بالسماء، والأحياء بدهم يرجعوا يستنهضوا ويتثبتوا بالأرض وتكمل الحياة. صح. فهيدا المجهود اللي صار وهالاتحاد اللي صار حولناه كله إيجابي. هالمنتجات الناس كلها اشتغلت بمونتها، وفي عالم محتاجة، في عالم عندها رسالة من مشاركتها، رسالتها إنسانية محض. في ناس مشاركة لتبيع منتجاتها وتساعد أيتام، في ناس لتساعد مرضى، لتساعد مسنين بالأدوية.
فهيدي الرسالة اللي موجودة عند كل جمعية ما فيك غير ما تتبنيها وتحترميها وتوقفي عندهم أصلاً بهذا الظرف يلي هن بحاجة له. فكنت عم بسأل إنه بكرة اليونسكو كله رح يكون اليونسكو مشكور يعني معالي الوزير إنه قدموا لنا الصلاة وساعدونا كتير. إيه صالتين بالمدخل رح يكونوا، قدرنا نستوعب 80 ستاند من أصل أكثر من 250، نقينا النخبة. بالنسبة للغذاء للموني هني بس اللي عندهم علم وخبر يعني بيفضى باله اللي عم يشتري. ما مشان هيك بالنسبة لأنه أنا بعرف الغذاء. على كل حال مش أفراد يعني كتير منتجات من الجبل وفي حرفيات كمان حرفيات يعني منوع خليني منوع أوكي. وفي مؤسسات عم بتصدر لبرا وعندها اسمها، يعني واحد ما يفكر انه رايح يشتري منتوج متواضع، لا في نوعيات. بس بتعرفي نحن الشركات الكبيرة هي اللي بتاكل الدعاية وما بيعود في مجال للمنتج المحلي. لا وخاصة بكرة بدنا نقول بكل فخر يعني بيبقى كمان مثل ما بيقولوا البادجت على قدها وبيبقى صحيح. بده حدا يدعمها ويشجعها تتقدر كمان توقف على اجريها وتكفي وتستمر. فهيدي يعني هيدا اللي انتم عملتوه بدنا نقول بكل فخر صنع في لبنان بكل بكرة. أوكي أوكي. وبكرة رح يكون بس نهار واحد يومين سبت وأحد من 11 للسبعة المساء من 11 للسبعة باليونسكو. نعم. بهاليومين رح يكون في نعم. منتجات الجبل. نعم. يلي نقلت على بيروت. عم نشوف على كل حال هلأ البوستر تبع بكرة. قد لكم تقريبا عم تشتغلوا عليه؟ شهرين. وكان تحدي انه بوسط النشاط يعني مثل ما هلا تفضل ضيفك قبلنا انه كتير تعرضنا ل بتعرفي الوضع وحتى اليوم ما معروف كيف باي اتجاه رايح. بس اراده الحياه والتجذر بالارض وما عندنا خيار الا نستمر، ما في خيار تاني. في ناس بتهدم وناس بتعمر، بده يقرر واحد بأي فريق هو. وفي ناس بتخاف وبتستسلم وفي ناس بتتحدى. وعدونا مش بس إسرائيل، عدونا الخوف وعدونا الإحباط وعدونا اليأس. فخلينا كل واحد يعني يعمل اللي عليه والنتيجة من علينا، نحن عملنا اللي عليه. صحيح صحيح. وإن شاء الله بالتوفيق بهاليومين اللي جايين. وأنا بدعي الكل يعني أهالي الجبل وغير الجبل أنهم يكونوا بكرة على الموعد بكرة سبت وأحد باليونسكو من 11 للستة للسبعة من 11 للسبعة ما تاخذوا على الستة. شكرا لك دنيا أشعار، شكرا لك لميا مكارم، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. شكرا. أهلا وسهلا.